صح محمد فاروق من معانا. النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق، بيتابع تدريب النادي الاهلي. فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا دكتور شريف، كل التحية للزميل العزيز محمد فارس، وطبعا كل التحية لكابتننا الكبير الكابتن فتحي مبروك. ومرتين بقول لحضرتك يا دكتور كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك وبمناسبة مرور 114 عام على تأسيس النادي الأهلي. أشكرك يا فاروق، كتر خيرك. كل سنة طيب. أشكرك، ربنا يخليك. أنا عندي حظ يعني إنه عيد ميلادي جاي بين ذكريين غاليين، يعني سواء العاشر من رمضان أو عيد تحرير سينا بعد يومين، يعني نتمناها تكون من حسن الطالع وربنا يحفظ بلدنا. يعني يا فاروق كل سنة طيب، تدينا فكرة عن تدريب النادي الأهلي النهاردة مشي إزاي، و الإصابات، هل في حد عاد من الإصابات؟ تعليمات مستر موسيماني، يعني إليك الكلمة، تعطينا نبذة عامة كده محمد فاروق. عفوا، يعني يا دكتور خلينا نقول معانا اخبار ساره لكل جماهير النادي الاهلي خاصه بمران فريق اليوم. في البدايه نقول حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده واجتماعه مع الجهاز الفني، ويعني يتكلم مع الجهاز الفني واللاعبين على ضروره الفتره القادمه. عندنا ضغط مباريات وعندنا مباريات متعاقبه كتير، عندنا يعني بدءا من مباراه انبي ثم مباراه المصري ثم مباراه الجونه ثم غزل المحله ثم الاتحاد ثم مباراه الزمالك ومباراتي الدور نصف دور الثمانية اللي هي بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا طالب من اللاعبين خلاص بنقفل صفحة اللقاء الأخير أمام فريق سموحة، كان يعني بلغ أكثر من رسالة للكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني. من الأمور المهمة جدا إن المران النهاردة يعني قبل انطلاق المران مستر بيتسو موسيماني اجتمع في اجتماع مطول جدا مع اللاعبين، استمرت لأكثر من ساعة. طبعا اتكلم على إيجابيات وسلبيات اللقاء الماضي أمام فريق سموحة، اتكلم على يعني من اهم النقاط اللي ضروره استغلال انصاف الفرص، وعرض للاعبين كافه الفرص اللي طبعا النادي الاهلي اهدرها في مباراه سموحه اللي تجاوزت اكثر من 22 او 24 فرصه محققه امام المرمى. اتكلم طبعا على الفعاليه الهجوميه، واتكلم ان احنا عندنا الفتره القادمه في مباراه صعبه جدا في ظل يعني كل يومين بتلعب مباراه، فطالب اللاعبين بان انا خلاص بنسى سموحه، ضروري تستغل انصاف الفرص في الفتره القادمة. أيضا المران النهاردة بيشهد انضمام مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، يعني بيستعين بمستر بيتسو موسيماني في ظل الغيابات والإصابات اللي بيعاني منها فريق النادي الأهلي، يعني بيستعين ببعض اللاعبين في بعض المراكز اللي بتعاني من غيابات. يعني النهاردة بنشوف اللاعب محمد أشرف الظهير الأيسر لمنتخب مصر للشباب، وده واحد طبعا من اللاعبين اللي كابتننا الكبير كابتن فتحي مبروك هيكلمنا عنه، واحد من يعني اللعيبه المهمه جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ايضا اللاعب احمد اشرف لاعب خط الوسط، وايضا اللاعب ابراهيم السيد الظهير الايمن، بالاضافه طبعا لاحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن مانو ومحمد حسام ميدو. من اهم الاخبار يا دكتور شريف النهارده الخبر السار جدا لكل جماهير النادي الاهلي، هو النهارده والاول مره منذ اكثر من عامين و14 يوم كريم ندفد بيشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، خبر انتظرناه كثيرا. يعني الجميع النهارده في قمه السعاده بوجود كريم ندفد اللي بيشارك النهارده في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، في خبر مهم جدا. ايضا عايز اطمنك على ديانج، طبعا ديانج كان خرج من مباراه سموحه المباراه الاخيره واشتكى من كدمه في الركبه، طمنا عليه من خلال الدكتور احمد ابو عبله، قال كدمه بسيطه واللاعب النهارده بيشارك في المران وان شاء الله يكون موجود مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله غدا في مباراه انبي. الجهاز الفني طبعا فضل ان هو يريح اللاعب ايمن اشرف لشعوره باجهاد عام، وان شاء الله يعني ايمن عقب مباراه انبي ان شاء الله يكون موجود مع فريق النادي الاهلي. ايضا تحسن خلاص حاله ياسر ابراهيم اللي بنشوفه يعني النهارده هيشارك في اجزاء من المران، وبنسبه كبيره ان شاء الله يكون في قائمه النادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله امام انبي. طبعا بعد يعني وفي الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه التدريب شغال مستر بيتسو موسيماني بيحاول يشتغل مع اللاعبين على بعض الجمل الفنيه، اشتغل على بعض الكرات الثابته، عامل تقسيمه ما بين فريقين بيغلب عليها طبعا ارتفاع الروح المعنويه والنديه والقتال. ايضا اللعيبه الناشئين عايزه تثبت نفسها وتاخد فرصه في ظل يعني الفرصه الموجوده دلوقتي ان انا استغل الغيابات والاصابات الموجوده في فريق النادي الاهلي. يعني نقدر نقول خلاص الفريق هيقفل صفحه مباراه سموحه، هيركز في مباراه انبي ان شاء الله مباراه مهمه جدا امام خصم قوي، ولكن لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار. لو في اي استفسار او اي تساؤل بخصوص برضو الاصابات ممكن يا دكتور شريف او يا محمد احطكم في الصوره. فاروق حابب اسالك كمان بعيدا عن الاصابات
عن الحالة النفسية، انت اشرت ليها، هل بتشوف الفريق معنويا واضح التركيز، واضح ان بعد مباراة سموحة مباراة انبي في روح داخل اجواء النادي الاهلي وداخل التدريبات مختلفة، حالة النشوة اللي كانت بعد مباراة الزمالك ومع سوء التوفيق في مباراة سموحة يمكن أثروا؟ قول لنا، كلمنا عن الحالة النفسية انت شايفها في المعسكر ازاي، والامور اللي خارج كمان فكرة حضور لاعب من عدمه، لان انت بصراحة كفيت وفيت فيها، كلمنا عن الحالة النفسية دي. محمد انت يعني زميلي محمد انت اثرت نقطه في غايه الاهميه، يعني انت تعرف طبعا احنا بنبقى موجودين من بدري مع دخول اللاعبين وحضور اللاعبين للمران او الملعب، يعني اللاعبين وهم داخلين الملعب كان في تاثر شديد طبعا بالمباراه الاخيره امام فريق سموحه، وحاله حزن عند اللاعبين بعد يعني خساره المباراه وخساره 3 نقاط في مباراه كانت يعني النادي الاهلي هو الافضل في كل الوجوه في هذا اللقاء. ولكن عقب الجلسه اللي جمعت مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين شكل تاني، يعني تقدر تقول يعني مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين، غير امور كتير جدا في حديثه مع اللاعبين، رفع من الروح المعنوية والروح النفسية للاعبين مع خروج اللاعبين من غرفة الاجتماعات في شكل تاني، لا في روح تانية، شايفين ارتفاع خلاص، اللعيبة حاسة بقيمة المرحلة، حاسة ان احنا عندنا ضغط مباريات، حاسة كمان وعارفين قيمة ان انا مطالب بالفوز في كل مباراة. اللاعبين يعني كان لنا حديث يعني سريعا كده مع بعض اللاعبين، قال لك الفترة اللي جاية مباراة كؤوس، احنا مطالبين ب3 نقاط في كل مباراة، يعني ان شاء الله هتكون البداية من خلال مباراة انبي. ايضا وجود الكابتن الخطيب، يعني وجود الكابتن الخطيب مع اللاعبين وعلى الجهاز الفني ايضا ادى دعم للفريق النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا يا محمد ان الكابتن الخطيب بيبقى دايما موجود في الوقت الشده اكتر كمان من وقت الفرح، يعني وجوده كمان في الوقت بعد هزيمه فريق سموحه اعتقد بتوصل رساله للاعبين، كان موجود بعد مباراه الزمالك ووصل رساله للاعبين ان احنا موجودين معاكم، وايضا موجودين معاكم في بعد الهزيمه. اعتقد وجود الكابتن الخطيب ورسالته للاعبين غيرت تماما من الروح النفسيه للاعبين، اللعيبه مركزه، ان شاء الله مباراه انبي هتكون بدايه لحاجات كتير جدا للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه باذن الله. يعني شكر جزيل موصول ليك يا فاروق على كل هذه المعلومات، اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من مقر النادي الأهلي استاد مختار التتش وتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.